مبدئيا احب اعرفكم بنفسي. انا ليني مدرب الكونغ فو الجديد، ومبدئيا كده لازم تتعلموا يعني ايه فنون القتال. فنون القتال يعني صياعه في الاداء، بلطجه في الخناق. واخدين بالكم معايا؟ لان الحرب خرعه. الحرب ايه؟ خرعه. الحرب ايه بالسامع؟ خرعه خرعه. ولازم تخرع اللي قدامك. لازم تعمل ايه؟ تخرع اللي قدامك. ايوه لازم تخرع اللي قدامك. مبدئيا كده انا عايزكم تمسكوا كل اللي اتعلمتوه في فنون القتال. دي مبدئيات الحلو. ونحن ماذا سنفعل يا القائد؟ ها؟ ماذا سنفعل؟ نحن ماذا سنفعل يا القائد؟ لا اقفلك في حته بقى، انت مش لسه مكلمني هنا دلوقتي؟ ها؟ ولا ايه؟ ها؟ ايه ده؟ انتوا تعرفوا بعض؟ انتوا؟ اه اخوان. انتوا اخوان؟ ها؟ اخوان؟ ايه؟ ده انا هحتاجكوا قوي بقى، خلي بالكم. هحتاجكوا قوي. خلاص يا رجاله، مبدئيا دلوقتي انا عايزكوا ترموا كل السلاح اللي في ايديكوا على الارض. ارمي. دلوقتي احنا هنتعلم ازاي نبقى في بولعيه في الخناق. اول حاجه هنتعلمها انت هتخش عليه وتروح واخده بالقلم كده. خلاص؟ خش عليه. انت بالنسبه لي هتروح مديله بالركبه ببطنه. وانت برضه نفس الفكره تروح مديله بالركبه ببطنه. ماشي؟ توطي لما تيجي تضرب توطي. خلاص؟ يلا العب. انتوا عندكم انا عايز نظام التهويش اللي هو اوعى يا كده. ها؟ تعمل ايه؟ التهويش اوعى يا كده. اوعى يا. ايوه؟ انتوا انا مبسوط منكم قوي. انتوا اقعدوا تبصوا ببعض طول الوقت. ماشي؟ يلا بصوا ببعض. اوعى يا. وانت بالنسبه للكنيفه اللي واقفه قدامي دي عايزك تجي كده في وشه كده وكانك بترجع. تروح تهفف في وشه. كده ها؟ ماشي؟ وانتوا خشوا لوشوا ببعض برضك. وانتوا اضربوا ببعض. خلاص؟ يلا. شغال يا عم الحاج. ايوه. اضرب بعض بجد. ايوه. حلو قوي. عجباني التفه اللي هناك دي. التفه دي عجباني والقلم والركبه دي. بس خلاص. خلاص ارجع ثابت مكانك. دلوقتي المرحله الثانيه اللي هي قلة الأدب. هنتعلم ازاي نشتم بقى. يلا قول ورايا. ايدك يا نخلص اسمك فيها جسمي. كده يا كده. اصحن اللون. طلع لسانك كده. هذا هو هريسة. ماذا تريد أن تفعل به؟ هريسة حبيبي. هريسة حبيبي. اسأله في أي أوضة. اسأله في أي أوضة لحد ما خلص. أمرك أيها الفارس. حبيبي عم هريسة. هجي لك أنا. يلا يا نشتم ياض. لا لا على أبوكو. هديك بقى حمدان. أخليك تروح كربان. وهوب فوق. لو ليك الشو. وهوب أيها الفارس. نعم. لقد وضعته كما امرتني. ايه اللي وضعته؟ ده انت بتولد ولا ايه؟ هريسه. هريسه. اذا اقف انت هنا ايها الكلب الجسور. اقف هنا دربهم. اين تذهب يا الفارس؟ انا ذاهب الى الكنيف. كنيف؟ ايوه الكنيف. هو اقف هنا. يلا همكك. اقف. يلا قول. ايه يا مولاي، حدث شيء خطير يا مولاي. ماذا وراءك يا عصفور؟ إن هذا اللمبي يفعل أشياء غريبة يا مولاي. ماذا تقول؟ سمو الأمير. أنت تبالغ في الأمور يا عصفور. يا مولاي، إن هذا اللمبي استحدث أساليبا جديدة في القتال يا مولاي. ماذا تقول؟ سمو الأمير. هذا أمر بديهي أيها العصفور. مولاي، إنه يستخدم تقنيات جديدة في القتال مثل الصفعة، الضرب في البطن بالركبة، البصق.
نوه أيضا يا مولاي على استخدام تقنية جديدة وهي شتيمة مثل اوعى يا اوعى يغرك جسمك اوعى لغزك. كفى، لا تقل هذا عن الليمبي. فالليمبي هو صديقي. هاو هاو مولاتي. أكمل. كما أيضا يا مولاي اهتم بأمر هريسة. 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 إنها فرصتنا إذن. لماذا يريد هذا الليمبي معرفة رجلا عجوزا مثل هريسة؟ إلا أنه يريد أن يعرف سر الكنز الذي نبحث عنه منذ سنين. هل حقا سمعته يتحدث عن الكنز المفقود؟ بحق زيوس أجل يا مولاتي، وإن كنت أدعي ذلك فلتحل علي لعنة جوبيتر. أين؟ وجدتها. عصفور، اذهب إلى غرفة هريسة التي نعرفها وانقله إلى غرفة أخرى لا نعرفها، ولا تجعل أحدا أن يعرف أننا نقلناه في غرفة لا نعرفها، لأن هذا سر. أمر مولاي الذي يميل إلى الملاعبة والدهاء دون القتال. أنا عظيم. اذهب اذهب اذهب. أنا رائع. أنا لم أحدث في التاريخ. أنا أحبني. لابد أن أكافئني فرودو. نعم يا أمير. اذهب إلى غرفتي واحضر لي. هذا الكنز سيكون عون لنا في هذه الحرب. أخشى أن يكون ذلك الكنز ضرباً من الخيال، ونظل هكذا نبحث عنه دون أن نصل إليه. حسن، اذهبي إلى هذا الليمبي واسحبيه إلى غرفتك واعرفي منه ما لا نعرفه عن الكنز. ماذا؟ لم أكن قرة عينك. لابد أن الكنز أغلى وأثمن مني بكثير، ولكن أنت مولاتي، خطيبتي، حبيبتي، أميرتي. كيف تجرؤ وأنت مولاي وسيدي أتطلب مني أن أرتمي في أحضان رجل آخر؟ وأبتاه، وأنت ألا تغار علي؟ دائماً هذا السؤال اللعين. إن حرب طروادة الدروس أنهكت الأخضر واليابس. أتعرفين السبب؟ إنه الحب والغرام. كلا، بل الغيرة. آهن آهن يا حمرة الخجل، إنها لعنة أفروديت. هي، لا تذكري أفروديت أمامي، فهي التي دفعت بأمي إلى أحضان ريتشارد الثالث. آهن يا أمي. لا تبكي هكذا يا مولاي، فأنت خطيبي وحبيبي. شاهنشاه، تذكري الجاه، الملك، الكنز، العرش. شاهنشاه يا بنت الملوك والسلاطين والنبلاء والأمراء. يا لمجاملة الرياء، ألا تخشى أن تنزل عليك اللعنات؟ دعك من هذا الهراء، اذهبي إلى هذا الليمبي واحضريه إلى غرفتك، وتذكري دائما يا حبيبتي، الحرب خدعة.
آيفينوس، امنحيني الإثارة والجمال. سمعني بقول لك أدوف على النبي. هو هاريس فين؟ لقد تم نقله إلى مكان آخر يا سيدي. مكان آخر؟ طب واتنقل المكان ده فين المكان ده؟ لا أعلم سير لمبي. طب شكرا أوي. سير لمبي، مولاتي الأميرة تريدك أن تذهب إلى غرفتها الآن. وماذا تريد مني في الغرفة؟ ما عايزة إيه يعني؟ ما إلى الرسول إلا البلاغ. أنا لا اوعى اوعى على غفايز يا ولدي. شكرا في نظر. دستور سيدتي ما اعرفش انك في ساعه الكليوله. تعال الي يا سير لومبي، فانت الان في حضرة جميلة الجميلات. لا يا ملواتي. تعجبني شهامتك. انتظر، أنا آتية إليك. هكذا رجال السيدة. سير لومبي، لقد خطفت قلبي بمروءتك حين رفضت قتل المسارعين في الحلبة. نعم نعم يا ملواتي، إنها الملوحة في الرجال، المروءة عندنا. والآن ترفض امرأة حسناء تطلبك للفراش. لا أصبر، أنت مش من ولاد الأميرة خالص، ده أنت أميرة حب أنا. إني أعرف مكان الكنز وأريد أن أساعدك، ولي شرف الهروب مع بطل مغوار غيور على المرأة، وأترك هذا الخطيب عديم النخوة. الأمير، الأمير. إي هذا إي خطيبك؟ نعم إنه كلب. نعم إنه كلب، لأنه ليس غيور ولا بيغير على نسوان بيته. أنت مرأة لازم يتغار عليك، بس هو اعتمد إيه بقى؟ واضح إن هو راجل ديوت. ديوز؟ نعم. ما معنى ديوز؟ معنى ديوز يعني قضاء يومين في حمام السباحة بدون وجبة. من أجل هذا سأضع يدي في يدك. أيوة. لقد خبأت هاريسة في مكان آمن ماكر حتى يتسنى لنا العثور عليه ونعرف مكان الكنز. حقاً يا مولاتي؟ أرجوك، أرجوك أن ترفع الألقاب. أيوة. ناديني بشاه اسكندر. أنا ديك بهشام اسكندر؟ هشام اسكندر ده مين ده؟ شاه اسكندر، كأني لعبت عليك الخطة التي دبرها معي الأمير. أيوة. فإذا صادفنا أحد فنحن نكمل خطتنا. تعال معي يا سير لومبي. ايه المرة المجنونة دي؟ تعال معي يا سير لومبي. ايه المرة المجنونة دي؟ كش ملك. اوه اوه ماي جاد، يا لنحس تريزياس. ايها النبلاء، ايها النبلاء، يا دوق هضبه، ان هريسه ابن ابي الليف يفارق الحياه. انتظر 1 مينيت. يموت اورنوت يموت، ليست هي المشكله. لقد اخذ منا الماني، الكورونا، اند هاف كورونا، اند ربع كورونا، حتى جعلنا نفرط فيما وراءنا وفيما أمامنا. ما هذا الكلام أيها الرعاع؟ هل ستتركون هريسة هذا يذهب إلى الجحيم دون أن يعلمنا أين مكان الكنز؟ دوق هضبة، أنا لدي فكرة رائعة. ها؟ نحن نذهب جميعاً
بصحبة الدوق هضبة ونكتم على أنفاسه حتى يبوح لنا بمكان الكنز. إن الرجل يقول لك أنه سيذهب إلى الجحيم يا لورد أبلة، ماذا نفعل فيه أكثر من هذا؟ اللعنة، وماذا سنفعل إذن يا دوق هضبة؟ لدي الحل. وما هو يا دوق هضبة؟ إني على ثقة أن هريسة هذا عندما يذهب إلى الجحيم سيبوح بسر الكنز لهذا الغريب المدعى الليمبي. حديثك أطعم من طعم النبيذ يا دوق هضبة. ونعم الرأي يا دوق هضبة. ويلدن على ما يرام يا دوق هضبة. إذن علينا بمراقبة هذا الليمبي عن كثب دون أن يشعر بنا حتى نعلم مكان الكنز، وعندها آخذه لنفسي. أقصد آخذه لنفسي ثم نقتسمه جميعا. حديثك أطعم من لحم الخنزير يا دوق هضبة. أحسنت الرأي يا دوق هضبة. على ما يرام يا دوق هضبة. إذن من الذي سنراقبه عن كثب دون أن يشعر بنا؟ سلم بي. من الذي إذا أردنا أن نأخذ منه الكنز ورفض علينا مخاصمته؟ ذلم بي. إذن هيا بنا يا رجال. إلى أي؟ إنكم مجموعة من الأغبياء. إلى هريسة وهو يبوح بالسر للمبي. هيا بنا. هيا. إذهب وحدي لنا الشراب. أجل والجزمة. الشراب والجزمة. متأكد يا مولاتي هشام إن دي أوضة هريسة؟ نعم بالتأكيد. شوز. شوز ماشي. جد هريسة؟ جدو سلامتك يا جدو. لن أعترف بشيء عن هذا الكنز الملعون. كفاياكم تعذيبا لي. I don't say anything. أنا بجد فازر دول لي. أنا من عائلة. أنا الليمبي. What إيه؟ مش حوط. أنا الليمبي. What do you say؟ يا عم ألف سبريسلي بقى اسمعني. بص هوريك حاجة. انصر يا هاتي. انصر. هذه إيه؟ هدي الدنة الحمراء. يا للروعة، يا للجمال. أخي أنت بتقلقني منك ليه؟ ومالك؟ الذبابة الحمراء. أيوة سر العائلة. أيوة الآن أستطيع أن أموت وأنا مطمئن على كنز العائلة. أيوة اقترب اكثر. اكثر اقعد في بقك يعني ولا ايه بقى؟ يا للجمال. ايوه يا للحسن. حسن. ايوه يا للروعه. الراجل انا قلقان منه. ما العصر ده طاري ليه كده كله؟ يا لجمال التقاطيع. نفس تقاطيعها. تقاطيع مين بقى؟ جدتك. جدتي كان ليها تقاطيع؟ جدتك جولييت. كتتي شوليت؟ هي شوليت تبقى كتتي؟ وأنا روميو، روميو أنا. يا راجل أنت روميو؟ أمال مالك مبهدل في نفسك كده ليه؟ كنت أقف تحت شرفتها وأصعد إليها على شجرة الزيزفون. شجرة برضو؟ وكنا نحب بعضنا الآخر. أقذفها زيزفونة. أيوه. وتقذفني زيزفونة. يا الله يا لجمال العينين. نفس عينيها، نفس النظرة العميقة، سنون طويلة. سنون؟ وأنا أنظر إليها وهي تنظر لي. وحتى وفاتها لم أعرف إلى أين أو إلى من كانت تنظر. هي كانت حوضة ولا إيه؟ كانت حوراء. حوراء؟ إيه حوراء ده؟ زي حرباء ولا إيه؟ اقترب. اقترب منه؟ ما عندوش فيروس ولا أي حاجة؟ أيوة اقترب أكثر.
مش عارف قلقان منك انا اللي كده اهو. ساقول لك ايوه عن مكان الكنز. فين بقى؟ ستجد باب الكنز ايوه عند اخر ممر الزيزفون. اعرفه اعرفه. عارفه انت مكان السفون ده اللي بيقول عليه؟ نعم ايوه هي عارفه مكان السفون. ها هو الموت يقترب. فين بقى؟ ها هو يقترب اكثر فاكثر. فاكثر فاكثر ازاي يعني؟ فاكثر فاكثر ازاي؟ كاتي او ماي جاد، لماذا قدمه مرفوع هكذا؟ ما تخافيش، هي العيله كلها دي بترفع رجليها من الاخر. دي مكان الاعلان. بس انا عرفت فين. مفتاح الكنز اهو. مفتاح الكنز؟ هيا هيا فعلي هيا. يلا حطه في جنب هنا الاول. استنى يلا بينا. هيا يا سلام بينا. المفتاح معايا في جيبي. يا سلام. ها هل قال لك عن مكان الكنز؟ ماذا تريدون؟ أنا الأمير شاهنشاه سكند. صمتا صمتا صمتا. كيف تتكرر وتتكدس مع هشام اسكندر بهذه الشكلية؟ مطلوب القبض عليكم، هذه أوامر سمو الأمير. هيا اقبضوا علي. مبسوطة؟ اتركوني مبسوطة يا اتركوني يا بنت اتركوني يا أحمق. ماذا طبعا؟ يا هشام سيقتلوننا. يا ست عمري ما قتلت معك في مصر من ما شفتك. ماذا تقول؟ بل اقول بل افول. عوني بقى بدماغك اللي سامر للشباب كان الكنافه دي. لا تفعل كالنساء، كن مغواره. بلا مغوار بلا غمبار. عوني بقى والمصحف حكيك على وشك والبنيه بقى. اجري على ولادنا وابنانا والمصحف السيده زينب. هل ستتركهم يموتون؟ انه الليمبي مدرب الكونغ فو. هل نسيت؟ ايه يا؟ انه انقذ حياتك ولم يقتلك. والله من عند الخرطه بتاعت ابي يعوم والمصحف. انزل لعنتك على كل خائن ليرعد الرعب ليبرق البصر. اين اللعنه؟ اين اللعنه؟ لقد طلبت ان تنزل كل اللعنات. اللعنات لا تنزل. نعم نعم. هريسه قال بعد الممر. هيا 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 يا سنوب. باب الكنز. باب الكنز. يابا يابا انتظر انتظر. الحذاء ضيق. اخلع اللي جابه امه. يابا انتظر يا شلومبي. يابا اني اتيه. يا نهار اسود. سامحيني يا مولاتي هشام. ادركوني. انا مين يريده؟ انا الغوث. ان هذا جبان عجيب. الغوث.